مساء الخير. اليوم انعزمت على جوجل، فاني رايح بالطريق على شركة جوجل نشوف ايش يوتيوب يعمل مؤتمر. يلا وش مي جود لك. صباح الخير، اليوم معكم انا في عمارة جوجل، اشي هيك فيها المفروض انها زي مؤتمر صغير ليوتيوب، فتعرفت على ناس كتير لذيذين. هاي كريستين. هاي، احكينا عن حالك شوي. انا كريستين صاير. صاير بحب الرياضيات كتير. رياضيات؟ اه. طب تعمل فيديوز؟ عن قريب جدا رح يكون باجي معكم. طبعا باجي معكم. حالك؟ هلا. ذا بلو زاب جورج ياها من الناصر. كمان احكي لهم عن فيديوهاتك. يوتيوبر جيمنج، واليوم راح اصور فلوج وشوفوا قناتي. ناخذ مشتركين من عندي كذا. احلى جورج. انا ححط القناه تبعته عندي على اليمين وين بيطلع الريليتد شانلز عشان تتفرجوا عليها. تنسوناش. تنسوناش. انا كمان بصوت معرفتك. اما هلا الشباب لسه فتنا انا وكريستين قاعدين نحكي مع نيكولاس الانجليزي. والله انا بصور جيم وبصوريش. نخلص نيكولاس عربي انت. عرفني المشكله. والله قطني مش انا اللي قطه. هاي القاعة رح نكون فيها دائما قلوبنا على بعض. صح؟ احنا العرب بنعرف بعض. قاعة مش بطالة. قديه في عندنا اليوم؟ 61 تقريبا. رح يكون في شيء هيك. والبحر غاد. البحر ياتو غاد. ايوه انا شايفينه؟ هي بين البحر. هذا البحر الابيض المتوسط. سؤال صغير، بنفع نروح هاي معنا؟ بس مريحة؟ هي مش قصة مريحة، بس أنا مفوت على كلمة جوجل. مش واحدة مكتوب عليها يوتيوب؟ في هناك مدونات، هاتا نروح نشوفهم. المخدات. كريستين عم تعمل فلوج؟ طلع. أوه حاملة جوجل. في معي هون جورج. هاي بالزبط. وهون في نيكولاس كمان. هاي كيفكم؟ أنا هيني. كثير مبسوطة. اليوم رح يكون كثير مبسوطة. هاي الكوفي بريك اللي عاملين لنا اياها عشان انه نصحصح هلا. هاي صحتين كريستين. انا كمان اخذ تري يعني نباتيه. صار فيجان؟ اوكي. يعني هذا كله ممنوع تقربي عليه انت. انت بس الرف التحت. انا وياك فوق. Which actually feature more emotions, yeah. And which feature your face, and which are obviously in a good quality. So اليوم تعرفت على ناس جداد بيعملوا فيديوز كتير لذيذات. تعرف عليكم؟ كنا والله احمد مصارو من طيبة ومنزل اغاني ومقاطع. عنده كتير سبسكرايبرز اكثر مني حتى. حسني صوام من قناتي مشاهد صغارات. لا بعمل لك منشن للقناة. قناتي حسني تي في فوت عليها شغلات ان شاء الله تعجبكم. واحكي لنا ايش فيديوهات بتعملها؟ انا بشكل عام قناتي ترفيه، يعني بالانجليزي اسمها انترتينمنت الكاتيجوري تبع القناة، يعني ترفيه. كل فيديو عن موضوع معين اللي كلهم بالاخر بيجوا يعني عشان ترفيه المشاهد. حلو، قديش عندك سبسكرايبرز تقريبا؟ 199. واو اكثر مني. شو وصل الدرع؟ انا لسه بس وصل. اسمع بغلب تيوصل 19 تا وصل. لا انا بغلب. وانت كمان عندك فيلم. طب ما هو عندهم عنوان البريد تبعنا من زمان، كانوا يبعثوا لنا شيكات مش صح. شيكات. يعني اسمي نيكولاس، صار عندي شانل عن كفرز، بعمل ميوزك فيديوز. هلو. هانا مشهورة كثير عندنا في المنطقة، مش احكي من وين. اليوم تعرفت عليها ولازم نتعاون نعمل هيك كولابوريشن. لازم. لا ولكن هبلش. خليك اوتوتيون. مش مشكلة. خلص نعمل فيديو كليب مع هانا اذا هيك. ان شاء الله. فالمهم اليوم من اول بايك واخذهم بايك بخلوهم معنا. سامي العصاير. احنا بنص اليوم عم بيعمل بلوج من هلا. بتعطيني الشانل بتاعتك بحطها عندك واخذها. خلص خذها كلها. لا ماخذين جناتي. طلع كل الخزانه اللي بالدار. يوتيوب والله. هذول انت اخذتهم؟ انت اخذتهم هذول؟ وسام
هذول زمان ايام الشباب ايام العز طيبين قناتي حسني تي في حسني تي في شفت ان شاء الله تعجبكم القناه يعني بتمنى هي القناه صار شيء غريب باليوتيوب يعني فشوي القناه بدها تكون مخربصه ما فوتوا ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله هلا خلصنا الكونفرنس وين طالعين روحين طيب نعمل زوم هلا رايحين على السياره كثير الحين نعمل نروح انا بدي اطلع على القدس انتوا وين مروحين شباب والله مروحين على الطيب على السعوديه انا هلا على السعوديه وعلى دبي من الطيب بدنا نروح ناخذ كرتات الطياره وعلى دبي ناس عايشه اليوتيوب طلبنا لانه 1 مليون كل واحد عنده بالضبط